ها جاسم، ها وصلت لشيء؟ نحلال طلع خويي كذا ماخذ من كل البنوك تمويل. ايوه طيب، وكيف كان تعامله مع البنوك؟ تعامل يا رجل سيء، مماطلة. تدري كل البنوك مسكرين حساباته، ولا عليه قضايا بالمحاكم. تمام. طيب انا لازم ارفع مذكرة لمدير الفرع بنفس الكلام اللي قلت لي اياه. ابن الحلال اسمعني، انا اقول قل لهم والله نعتذر، خليك من الشوارب ليش توجع راسك، ما له داعي. لا 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 يمكن، لا يمكن ان انزل راسي واخلي رجل الاعمال هذا يسوي الامور مثل ما يبي، لا يمكن. كل الكلام اللي قلته لي أرفعه بمذكرة لمدير الفرع ويمكن بعد الإدارة الإقليمية، وهم عاد يشوفون صرفتهم معه. إيه عاد ما شاء الله عليك، أنت تعرف ما شاء الله قوي. زين يا سالم، مماطلة وعدم تسديد وتبغى تمشي الموضوع هذا عندي أنا؟ لا لا، موضوعك ما يمشي يا سالم. ايه فاهمك زين يا اخي قاسم، هذا ماني فاهمه صدقني، هالانسان يلعب لعبه ابدا مو بقدها. قاسم انا ادبر له، خليه يتحسف على اليوم اللي جاء عندي فيه. طيب كلمك بعدين، يلا في امان الله. خلاص شف انت وكلمني، مع السلامة. أبو ريان. هلا قاسم، في جديد؟ إيه فيه جديد. وش فيه؟ بالنسبة لملف سالم. أنا راجعته وكتبت ملاحظاتي عليه. حلو. وتبي الصدق؟ إيه. سالم ما يستاهل التمويل أبد، وأنا مستحيل أوافق على التمويل. يعني سالم ما راح ياخذ التمويل؟ أبدا. دام الملف تحت يدي سالم مستحيل ياخذ التمويل. ما شاء الله عليك، بتتطور بنفسك، تشتغل ما شاء الله، بتخاف على سمعة البنك والعملاء. لا لا، برفع لك ترقية، تستاهل تستاهل، غيرت نظرتي بالحيل. أشكر لك ثقتك طال عمرك. طيب يا قاسم، روح شوف 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 شو وراك، في شغلك خلص. ماني مرتاح الليلة، خليك تترك الشغل يا نشا.